الرحمن الرحيم مشاهدين الأعزاء، انطلاقة تاسع الأشواط. هذا الشوط مخصص أيضا للحجاج البكار، الأربعة كيلومترات كما أنوه على جميع الفائزين من المركز الثاني وحتى المركز الخامس. التوجه إلى المكتب المالي المتواجد هنا في أرضية هذا الميدان لاستلام جوائزهم على جميع الفائزين من المركز الثاني وحتى الخامس. التوجه إلى المكتب المالي لاستلام جوائزهم مباشرة مشاهدين الأعزاء مع أول المراكز. هناك بتواجد اللي في المركز الاول تحمل الرقم 20 الحدرس بن علي بن سالمين المزروعي، هي من تاتينا على اول المراكز، بينما ثاني المراكز بتواجد هناك اسعفه لسيد حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي على ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز هناك تتواجد اللي هي شاهينيه سالم بن سعيد بن منانه السويدي يتواجد على ثالث المراكز. رابع المراكز هناك جباره سالم بن حميد الراشدي ياتينا على رابع المراكز، بينما خامس المراكز شعار عبيد بن حلوس العامري من ياتينا على خامس المراكز. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وتحمل الرقم ولكن التدخلات من الشاهيني السيد سالم بن سعيد بن هاشل العامري على خامس المراكز. هذا هو نيدان الاول مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، ولكن الحذر على الصداره على المركز الاول سيد بن علي بن سالمين المزروعي في الصداره في المركز الاول، بينما الشاهينيه من تاتينا على ثاني المراكز السيد سالم بن سعيد بن منانه السويدي على ثاني المراكز. هناك تصل اسعفه، اسعفه على ثالث المراكز، السيد حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي ياتينا على ثالث المراكز، بينما انتقل مباشره مع رابع المراكز بتواجد جباره على رابع المراكز، السيد سالم بن حميد الراشدي على رابع المراكز. تدخلات على خامس المراكز بتواجد شاهينية قناص بن محمد العامري هو من ياتينا على خامس المراكز. مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام، هذا هو نيدان الاول للخمس المراكز الاولى، ولكن الصداره مع الحذره وحذاري من الحذره على الصداره على المركز الاول المملوك للسيد سيب بن علي بن سالمي المزروعي بهذا الاداء الجميل، بينما بن منانه على ثاني المراكز سيد سالم بن سعيد بن منانه السويدي مع الشاهينيه، ثالث المراكز بتواجد اسعفه، السيد حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي يتواجد على ثالث المراكز ويشكل الخطوره مع المثلث الذهبي. انتقل مباشره المشاهدين الاعزاء مع جباره على رابع المراكز ايضا بتواجد شعار السيد سالم بن حميد الراشدي على رابع المراكز، نقلتنا مباشره مع خامس المراكز بتواجد هناك شاهينيه قناص بن محمد العامري على رابع خامس المراكز. هذا هو نيدانا للخمس المراكز الاولى للفايف ستار والمحيط الخماسي، ولكن بدانا في المنعطف، المنعطف الاخير مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، وهناك الكادر رقم واحد يسجل مع الحذر المملوك لسيف بن علي بن سالمين المزروعي، وايضا بمعيتها هناك تتواجد الشاهينيه سالم بن سعيد بن منانه السويدي، وايضا هناك بتواجد اسعفه السيد حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي بتواجدها على ثالث المراكز. رابع المراكز وصلت جباره سالم بن حميد الراشدي يصل على رابع المراكز بهذا الشعار والتحدي الجميل، بينما تدخلات من خامس المراكز بتواجد حمله الرقم 23 ولم تدون عندي في كشف البيانات مشاهدينا الاعزاء، ولكن بعود مع التغييرات، التغييرات على الصداره على المركز الاول الشاهينيه سالم بن سعيد بن منانه السويدي، ولكن التدخلات من اسعفه، اسعفه السيد حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي، الله 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 غيرت اسعفه في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، بينما هناك بن منانه سالم بن سعيد بن منانه السويدي على ثاني المراكز وثالث المراكز. هناك الحذره، الحذره وسيف بن علي بن سالمين المزروعي تصل جباره على رابع المراكز، جباره وسالم بن حميد الراشدي ما شاء الله تبارك الله، بدت الاسماء الدخول من منصوره محمد بن عبيد بن غنام المزروعي، ولكن اسعفه، اسعفه على الصداره على المركز الاول، حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي في الصداره في المركز الاول، الله تحركت جباره، جباره جباره سالم بن حميد الراشدي على ثاني المراكز مشاهدينا الاعزاء، بينما شعار بن منانه او الحذر على ثالث المراكز سيف بن علي بن سالمين المزروعي، والتدخل الله شوفوا من القادم، الشاهينيه، الشاهينيه محمد بن علي بن سلطان بن رشيد يصل، يصل بن رشيد على ثالث المراكز، ولكن اسعفه على الصداره على المركز الاول، حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي وجبار المنافس الاقوى اللي هي جباره سالم بن حميد الراشدي يتواجد في ثاني المراكز.
الشاهينية محمد بن علي بن سلطان بن رشيد على ثالث، المراكز اسعافه جبارة، وال400 متر الأخيرة الخطيرة، الله 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 الله، أهالي السلطنة أهالي السلطنة تنافس، ولكن غيرت جبارة، سالم بن حميد الراشدي غير في هذه اللحظات مع جبارة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هذه جبارة انطلقت انطلاقة الفوز، انطلاقة الناموس، انطلاقة الفوز ال200 متر الأخيرات، ولكن تهانينا تهانينا والناموس للسيد سالم بن حميد الراشدي على هذا الفوز الجميل. هذه لحظات الوصول، تهانينا والناموس امام الحزام الاخضر امام خط النهايه، بينما ثاني المراكز هناك اسعاف السيد حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي، ثالث المراكز هنا لم تدور عندي في كشف البيانات وتحمل الرقم 23، رابع المراكز الشاهيني محمد بن علي بن سلطان بن رشيد، بينما خامس المراكز بتواجد هناك الشاهينيه قناص بن محمد العامري. هكذا هي النتيجه للخمس المراكز الاولى. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اعود بالثانيه والناموس الى مالك جبار السيد سالم بن حميد الراشدي على هذا الاداء الجميل والانطلاقه في ال500 متر الاخيره. هنا لحظات الاعاده مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني لجبار المملوك للسيد سالم بن حميد الراشدي، هذه هي لحظات الوصول. توقيتنا الزمني 6 دقائق بالطبع 6 دقائق 13 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن حميد الراشدي، ثاني المراكز زادتنا هناك اسعافه وأدت بما فيه الكويت سيد حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي، توقيتها الزمني 6 دقائق و14 ثانية و4 أجزاء من الثانية. مشكور يا أبو مبارك على تقديمك لإسعافه، أيضا تهانينا والناموس على ثاني المراكز ثالث المراكز بتواجد الشاهينية، أتتنا في ثالث المراكز لمسلم بن سالم بن ثعلوب الدرعي ايضا قادمه من ميدان رقيعات، 6 دقائق 13 ثانيه جزئيني من الثانيه. مشكور يا ابو سالم على تقديمك لايضا الشاهينيه. هكذا هي